السواح يتفرجوا كمان على العروض في الاماكن السياحيه. بنتمنى ان احنا الحمد لله السنه دي يعني النشاط له شكل مختلف، ان شاء الله نتمنى ان يبقى اعجاب زوارنا وضيوف مهرجاننا. بننتقل يوم 21 اسوان، منهم 10 مواقع تبع الهيئه العامه لتسويق الثقافه واربع مواقع تبع جمعيات المجتمع المدني النشطه جدا باسوان يعني جمعيات الخوض. زي ما تفضلت معالي الوزيره وقالت ان احنا السنه دي 11 دوله افريقيه. في ظهور قوي لافريقيا في المهرجان مع الحفاظ طبعا على الطبيعه الدولي. فالى جانب الدول الافريقيه سفرت معالي الوزيره في الشرق الجنوبي في الصين وانديسيا والاردن فلسطين بولندا. دول يعني البلاد المختلفه تمثل قارات العالم. بيشارك من الفرق المصريه الفرق التاليه: فرقه مطروح،